أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، ورمضان كريم، حيث الإنسان معكم على الموعد في حلقته السابعة لهذه الليلة، والذي يستمر معكم طيلة ليالي شهر رمضان المبارك. يستعرض معكم في كل حلقة قضية ويسهم في البحث عن حلول لها عبر تقديم معالجات مادية تنقل الصورة الكلية للمشكلة وأسبابها وحجم انتشارها في البلاد. إذن مشاهدينا، جوائز ثلاث مالية بانتظاركم هذا المساء، مقدار كل جائزة 100,000 ريال يمني. ما عليكم سوى إرسال رقم الإجابة الصحيحة فقط على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج دون تكرار أو إضافة لأسماء أو حروف أو أي كلمات، لأن نظام استقبال الإجابات في هذه المسابقة هو نظام آلي، لا يتعرف لا على الأحرف ولا على الكلمات، وبالتالي لا يتم احتساب الإجابة ضمن الإجابات المرشحة للدخول معنا في السحب العشوائي الذي نجريه نهاية كل حلقة. مشاهدينا الكرام، وقت استقبال مشاركاتكم في المسابقة يستمر يوميا حتى الساعة 5 من عصر اليوم التالي. مشاهدينا الكرام، كانت حلقتنا الخامسة بعنوان 20 فرصة للحياة في سوق طور الباحة في محافظة لحج، وفاز في هذه الحلقة وأجاب بشكل صحيح على سؤالها 3 فائزين، وكل منهم فاز ب 100,000 ريال، وكان الفائز الأول مازن محمد علي من محافظة تعز، والفائز الثاني كانت آية عبد الودود السفياني من تعز، والفائز الثالث غادة طاهر سعيد أيضا من محافظة تعز. مبروك للفائزين الثلاثة بجوائز الحلقة الخامسة وكل الحلقات، ومبروك مقدما لمن سيفوز معنا في الحلقات القادمة أيضا. مشاهدينا الكرام، حلقة الأمس والقصة السادسة والتي عرضناها يوم أمس كانت بعنوان منسيون في الصحراء، وذهبنا من خلال هذه القصة معا إلى محافظة مأرب وعشنا تفاصيل جزء يشكل قرابة 10% من سكان اليمن، وهم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة. تلمسنا ما تواجه هذه الشريحة من صعوبات وعوائق وظروف حياتها بعيدا عن اهتمام الدولة ورعايتها لهذه الحالات الخاصة، وكان سؤال الحلقة السادسة بالأمس من أين نزح يحيى وأسرته إلى محافظة مأرب، وكانت الاختيارات الثلاثة حجة رقم 1، 2 الجوف، و3 الحديدة. في ختام هذه الحلقة سنجري السحب بشكل عشوائي وسنختار الفائزين الثلاثة معنا، وكل واحد منهم سيفوز بالتأكيد ب 100,000 ريال يمني لكل من أجاب إجابة صحيحة. مشاهدينا الكرام، سنتابع معا الليلة قصة جديدة ستأخذنا هذه المرة إلى محافظة أبين، وبالتأكيد سنتشارك معكم سؤال جديد وثلاث جوائز جديدة قيمة كل منها 100,000 ريال يمني. أتمنى لكم مقدما الفوز، ومجددا أهلا بكم إلى حيث الإنسان. إذن مشاهدينا، في حلقتنا هذه سنذهب إلى حيث الإنسان، وتحديدا إلى محافظة أبين، وبالتحديد إلى قرى ساكن طبيق، حيث توجد مدرسة عمر بن عبد العزيز، المدرسة التي بنيت بجهود الأهالي وتعرضت لعوامل التعرية وخاصة السيول من وادي بنا، أصبحت في حالة يرثى لها تكشف الحالة المتدهورة التي يشهدها التعليم ومستوى غياب الدولة أيضا. يسابقون الضوء كل يوم للوصول إلى مدرستهم الواقعة بالقرب من الطريق العام الرابط بين مديريات محافظة أبين. بلا جدران أو سقف أو أبواب، ومن دون سبورات وباحة، يدرس في هذا المكان نحو 350 طالباً وطالبة في مدرسة ساكن طبيق. أهلاً
بوجوه تملأها الابتسامة. يتعايش الأطفال هنا مع واقع مدرستهم الآيلة للسقوط. يتسابقون لالتقاط الصور، يتزاحمون على الابتسامات أكثر في وجه الكاميرا. تملأ أصواتهم المكان وتتسلل في ثقوب الجدران ضحكاتهم. بقايا طرابيل تحاول ستر ما تبقى من بقايا جدران المدرسة التي بناها سكان قرية ساكن طبيق والقرى المجاورة لها منتصف تسعينيات القرن الماضي بجهود ذاتية. يدرس الطلاب والطالبات في فصول مشتركة من الصف الأول الابتدائي حتى التاسع. بإمكان أي مار من هنا أن يكون جزءاً من الفصول الدراسية المفتوحة على الشارع. هكذا يمر الآباء والأمهات لتفقد أبنائهم دون الحاجة لقرع أبواب المدرسة أو الفصول، فلا باب ولا سور لمدرسة عمر بن عبد العزيز أو ما تعرف بمدرسة قرية ساكن طبيق. تختلط أصوات الأساتذة والطلاب بأصوات الشاحنات وحفيف الريح ونعيق الغربان. يفترش الطلاب الأرض، فلا كراسي يجلسون فوقها ولا طاولات يتكئون عليها. لا يختلف حال إدارة المدرسة عن فصولها. يتزاحم في هذه الغرفة طاقم التدريس الصغير، يتناوبون في الجلوس على بقايا المكاتب المتهالكة. لهذه المدرسة قصة تستحق أن تروى. هذه المدرسة مدرسة نائية أسست من التسعينات، توجد بين منطقة الحصن وقعار في منطقة اسمها ساكن طبيق. السقف آيل للسقوط، ولا توجد برضو بالشعب شبابيك ولا أبواب، وإذا يعني دورة مياه ما فيش يعني مياه نهائيا. إذا الجدران وهذا بحاجة إلى ترميم، يعني لأن آيل للسقوط في أي لحظة. لها 25 سنة على هذه الحال، ولم نجد استجابة من أي يعني منظمة حقوقية أو المسؤولين في المحافظة. بدون أبواب، بدون نوافذ، ما لها كراسي، ما في سبورات، ماشي معانا يعني للطلاب يعني خزان للماء أو بيوت الراحة. يشعر طلاب المدرسة وأساتذتهم أنهم منسيون وعرضة للخطر،
ويودع الأهالي أبناءهم كل صباح وأيديهم على قلوبهم خوفاً من انهيار المبنى، لكنها كلفة عالية في سبيل التعليم. بلقيس التي مرت من هنا عادت حاملة بعض الأثر. لأن التعليم لا ينتظر، وحياة عشرات الأطفال والمدرسين عرضة للأذى. بلا أبواب بلا جدران، يعني الجدران كان يدخل علينا التراب. كان احنا قمنا مقابلات مع عدة قنوات، مع عدة جرائد، مع عدة منظمات، يعني انا مليت صراحة، يعني ما حد لفت لنا اي لفت. كان لابد لأحد ان يتدخل لوقف تداعي المدرسة وضمان استمرار التعليم الذي يعد أبسط حقوق الأطفال وأهمها. قرر فريق حيث الإنسان تلبية نداء الأهالي الذين بحت أصواتهم وهم يناشدون السلطات المحلية بالتدخل لإعادة الروح لمدرستهم. تعاونت السواعد السمراء وتشابكت الأيادي لتأمين الحدود الدنيا لمدرسة ساكن طبيق. خطوات حثيثة، وبعد أيام قليلة سيكون بإمكان الطلاب العودة لصفوف الدراسة وهم يشعرون أن مدرستهم لا يزال بإمكانها استقبالهم. لم يكتمل ترميم المدرسة نتيجة صعوبات اعترضت فريق العمل، لكن أصبح بوسع الطلاب التوافد إلى مدرستهم، وقد بات لها جدران وسبورات وأبواب ونوافذ. تعود ضحكات الأطفال ومشاكساتهم من جديد، يرتسم الفرح في الأجواء ويتسلل الكثير من الضوء من النوافذ التي بات بإمكان الطلاب الاطلاع منها والنظر بعيون مليئة بالأمل نحو مستقبل يستحقونه. تمسك الأصابع الصغيرة بالأقلام لتكتب الحروف الأولى في مشوار التعليم ولتنتصر على الظروف القاسية. كنا نعاني من كثرة المخزنين داخل الصفوف، توجد الزبالات، لكن بعد تم الترميم، عمل الأبواب والنوافذ، تم يعني تلافي كل الأخطاء. إن شاء الله يكون لي مستقبل زاهر، إن شاء الله في الدكتورة، إشتي يكون أفعل الخير مع الناس، يكون عالقهم. كم عينا؟ قطرة خير قد تحدث في العالم حيث الإنسان.
إذن مشاهدينا الكرام، عدنا معكم بعد أن شاهدنا قصة مدرسة الصفيح في ساكن طبيق في محافظة أبين. تابعنا حجم المعاناة التي يعيشها قرابة 300 طالب وطالبة وحاجتها لحلول وترميم وبدائل وتأهيل المدرسة. حضر الأهالي في بناء المدرسة فغابت الدولة ومعها تغيب أصوات النداء في الاهتمام بأوضاعها. مشاهدينا، هذه المدرسة تكشف جانب من واقع التعليم في اليمن، ومدرسة ساكن طبيق لا تفرق كثيرا عن مدرسة حريب في محافظة مأرب، مناطق لا يزال التلاميذ فيها يتلقون الدروس في العراء ويتصدون بأجسادهم النحيلة للبرودة والحرارة وتقلبات الطقس. من هنا تبدأ قصة الإهمال للتعليم، وللأسف تستمر هذه القصة. مشاهدينا الكرام، بالتأكيد تابعتم تفاصيل القصة من أجل أن تتعرفوا معنا على الإجابة الصحيحة عن سؤال حلقة الليلة. مشاهدينا، إليكم سؤال الحلقة السابعة. السؤال يقول: ما اسم المدرسة التي بناها أهالي ساكن طبيق؟ والاختيارات الثلاثة: الاختيار الأول مدرسة أبين الأساسية، الاختيار الثاني مدرسة عمر بن عبد العزيز، الاختيار الثالث مدرسة عمر بن الخطاب. أذكر مشاهدينا إذن بسؤال الحلقة السابعة، والسؤال يقول: ما اسم المدرسة التي بناها أهالي ساكن طبيق؟ والاختيارات الثلاثة مدرسة أبين الأساسية، الاختيار الثاني مدرسة عمر بن عبد العزيز، الاختيار الثالث مدرسة عمر بن الخطاب. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذا مشاهدينا الكرام، بعد أن شاهدنا معا وتعرفنا على سؤال حلقة الليلة، الآن نصل إلى الفقرة الأخيرة في البرنامج، والتي نقوم فيها باختيار الفائزين الثلاثة والذين أجابوا بشكل صحيح عن سؤال حلقة الأمس. كان سؤال حلقة الأمس يقول: إلى أين نزح أو من أين نزح يحيى وأسرته إلى محافظة مأرب؟ وكانت الاختيارات الثلاثة هي 1 حجة، 2 الجوف، 3 الحديدة. كل من اختار الاختيار الثالث فهو دخل معنا في السحب، لأنها الإجابة الصحيحة. كانت الإجابة الصحيحة عن سؤال حلقة الأمس هي الاختيار الثالث، محافظة الحديدة. إذن مبروك لكل من اختار الاختيار الثالث. فقط من أرسل رقم 3 بدون أي إضافات، لا حروف ولا كلمات ولا أسماء ولا أي تفاصيل. يعني أنا بالأمس كنت أطلع على مجموع من الرسائل التي تصل من خلال الزملاء في القسم التقني، هناك للأسف من ما زال يرسل بشكل خاطئ، يعني يرسل رقم 3 وأيضا يكتب اسمه ومحافظته ومعلومات أخرى. أنت بهذه الطريقة لا تدخل معنا في السحب بشكل صحيح. فقط من يرسل رقم الإجابة إما 1 أو 2 أو 3 يدخل في السحب بشكل صحيح. جربوا واعتمدوا هذه الطريقة وستفوزون معنا بإحدى الجوائز المالية 300,000 ريال في كل ليلة. إذن الآن مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى لحظة إعلان الفائزين واختيار 3 فائزين معنا بشكل عشوائي ممن أجابوا بشكل صحيح عن سؤال حلقة الأمس. بسم الله، نختار أول فائز معنا. بسم الله. مبروك مبروك للفائز صاحب الرقم الظاهر على الشاشة 00967771355 61. مبروك له 100,000 ريال يمني. مبروك. طيب طيب رمزي، لو تدخل زوم إن. الآن سنجري السحب معكم، والزميل مصور على الجيمي بس يدخل زوم إن على الرقم. هذا هو الفائز الأول ورقمه ما زال موجود. آخر شيء يا رمزي، أقرب لك أنا. طيب طيب، هذا الرقم موجود. فقط يعني أنا أريد من هذه اللحظة أن نثبت أننا نختار الأرقام بشكل عشوائي. نحن لا نعلم صاحب الرقم هذا من أي محافظة أو من أي مدينة، هل هو ذكر أو أنثى، متى أرسل، لا نعرف أي تفاصيل، لدينا فقط أرقام فقط.
الآن هذا صاحب الرقم الأول، الآن سنختار الرقم الثاني. مبروك لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة 0096711257968. مبروك إذن لصاحب الرقم على الشاشة الظاهر، وفاز أيضا ب100,000 ريال يمني. طيب الآن سنختار الفائز الثالث أيضا بشكل عشوائي معكم، وسيفوز أيضا ب100,000 ريال. وأذكر نحن لا نعرف من أي محافظة ومن هو صاحب الرقم، نختار بشكل عشوائي، لكن ما أعرفه أنا أنه أرسل رقم 3 بشكل صحيح لأنها كانت الإجابة الصحيحة. مبروك لصاحب الرقم 00967771976921. إذن 100,000 ريال مبروك للفائز صاحب الرقم الثالث والثاني والأول. مبروك لكم لأنكم أجبتم بشكل صحيح واخترتم الاختيار الثالث وفزتم معنا بجوائز حلقة الأمس. ما زالت لديكم مشاهدي الكرام الكثير من الفرص للفوز معنا يوميا في برنامج حيث الإنسان. ونذكر أيضا لمن يتساءل هل هذه المسابقة معتمدة فقط للأرقام اليمنية؟ للأسف مسابقة حيث الإنسان معتمدة فقط، تعتمد الأرقام اليمنية بهذه المسابقة. نحن نحاول من خلال هذه المسابقة أن ندخل الفرحة ونساعد أهلنا في اليمن، وفقط لذلك خصصت هذه المسابقة للأرقام اليمنية لأنها بالتأكيد مسابقة مجانية وستصلنا الكثير من المشاركات والإجابات، فلذلك اعتمدناها فقط وحصرناها في اليمن، وليعذرنا باقي المشاهدين وتحديدا اليمنيين الذين هم متواجدين أيضا خارج اليمن. دعونا هذه المرة نتيح هذه الفرصة لأهلنا في الداخل. إذن مشاهدينا الكرام مبروك للفائزين الثلاثة، والآن على الشاشة تتعرفون أيضا مرة أخيرة على الثلاثة الأرقام الفائزة معنا عن سؤال حلقة الأمس، والثلاثة الأرقام هي 1. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى اللحظات الأخيرة في حلقة هذا المساء من برنامج حيث الإنسان. قصة الليلة كانت بعنوان أذكر بالقصة، ذكروني شباب، مدرسة من الصفيح في ساكن طبق، كان هذا عنوان القصة وكانت من محافظة أبيان. وكان السؤال، أذكر بالسؤال لآخر مرة، السؤال كان يقول ما اسم المدرسة التي بناها أهالي ساكن طبيق؟ والاختيارات الثلاثة كانت هل مدرسة أبيان الأساسية، أو الاختيار الثاني مدرسة عمر بن عبد العزيز، والاختيار الثالث عمر بن الخطاب. يعني وأنا الشيء عشان نساعد الناس بس، هم أكيد سيتابعون قصة الليلة، لكن يا صديقي المصور على الجيمي رمزي، من هو خامس الخلفاء الراشدين؟ ها رمزي، من هو خامس الخلفاء الراشدين؟ طيب إذا أنا حاولت ألمح لكم الإجابة الصحيحة، وبالتأكيد تابعتم تفاصيل القصة ستعرفوا الإجابة. فقط أرسل رقم الإجابة الصحيحة إما 1 أو 2 أو 3 على رقم الواتساب، وغدا ستكون أحد الفائزين إن شاء الله. مشاهدينا الكرام نلقاكم غدا وحلقة جديدة من حيث الإنسان، في أمان الله. قد تجعل لله لضمير
هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.